القطاع الصحي في مصر شهد العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة، سواء فيما يتعلق بجودة الخدمة المقدمة أو فيما يتعلق بتطوير المستشفيات والمنشآت الطبية، بالإضافة أيضا لكافة المبادرات الرئاسية اللي نجحت في القضاء على فيروس سي، ونجحت في القضاء على قوائم الانتظار، واهتمت بصحة الأطفال والمرأة المصرية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صباح الخير على حضرتك يا فندم، ودايما ضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر. تعيش يا أستاذ جمانة، أستاذ مصطفى، صباح الخير عليك وأهلاً وسهلاً. أهلاً بحضرتك يا فندم. الحقيقة يمكن هذا الملف تحديداً يعني طالوا العديد من الإنجازات، خلينا نقول إن كان في طفرة الحقيقة. خلينا نعرف من حضرتك كده في البداية رؤية الدولة المصرية لأهم وأبرز مكان يحتاجه هذا الملف أو هذا القطاع تحديداً. حضرتك يعني أنا أعتقد أنتم شاهدتوا معنا خلال السنوات اللي فاتت وكنا متابعين سويا الإنجازات في هذا الملف ونجاح مصر في إدارة أزمات شديدة جدا زي أزمة كورونا وأزمات أخرى كثيرة. إنما أنا فعلا أؤكد إن احنا نشهد يعني فترة من النشاط الكبير جدا والدعم، والحقيقة هو الموضوع بيبدأ حقيقة بالدعم أو الإرادة السياسية بوضع الرعاية الصحية ضمن الأولويات القومية ودعمها باستمرار، بحيث نبدأ بدعم البنية التحتية اللي هي التوفير الملائم لمؤسسات تقديم الخدمة الصحية، وأيضا دعم الكوادر البشرية. وهذا بيتأتى أن الأماكن الصحية التي تقدم الخدمة، ويمكن آخر توصية لفخامة الرئيس واللي أعلن عنها دولة رئيس مجلس الوزراء امبارح، أن الرئيس طالب دعم الخدمات الصحية وبجودة، وهو ده فعلا هدف قومي كبير جدا. صحيح. يعني إتاحة الخدمة الصحية تكون بجودة متميزة تماثل تماما بالمعايير العالمية في هذا المشروع. وطبعا احنا بدأنا بمبادرات رئاسية زي ما حضراتكم قلتوا، والحقيقة هذه المبادرات أبرزت أشياء كثيرة جدا، إن احنا محتاجين دعم المواطن المصري في كل بقعة من أرض مصر. طبعا المدن الجديدة موجودة، عدد السكان بيزيد، الحاجة لهذه الخدمات الصحية بتزيد، وخرجنا من إطار بعض الأمراض المزمنة زي التهاب الكبدي الوبائي وزي الأمراض المتوطنة زي البلهارسيا والإنكلوستوما، والحمد لله قضينا على شلل الأطفال وأمراض أخرى كثيرة جدا، ما بنتكلمش على حصبة ولا سعال ديكي. كل دي أمراض مزمنة كانت بتستنفذ جزء كبير جدا من الجهود الصحية، وبدأنا ندخل في عمق الخدمات الصحية وقاية وعلاجا، الكشف المبكر عن الأمراض، علاجها، متابعة المرضى. كل دي الحقيقة ملفات كبيرة جدا، وزي ما بقول دايما الخدمات الصحية هي خدمات ديناميكية. أي. كل يوم في جديد، كل يوم في تطور، كل يوم في جديد وتحديث هذه المنظومة. صحيح. ويمكن على رأس هذه الموضوعات امبارح كنا بنحتفل بمرور 4 سنوات على انطلاق المشروع التأمين الصحي الشامل اللي أطلقه فخامة الرئيس في محافظة بورسعيد، أول محافظة طب فيها التأمين الصحي الشامل. وكلمة تأمين صحي شامل إنه شامل يشمل كل المواطنين في مصر بتقديم خدمات صحية بمواصفات قياسية ترضي المنتفع اللي هو المريض أو أسرته، وجزء الآخر وقائيا، وأيضا ترضي مقدمي الخدمات الطبية. في الحقيقة سيادة الرئيس أيضا اهتم بهذا الملف بشكل شخصي، وكان في مبادرات رئاسية يعني شهدتها الدولة المصرية على مدار هذه السنوات، منها مبادرات متعلقة بالحد من انتشار الأمراض، كان منها فيروس سي، وكان منها أيضا مبادرات متعلقة بارتفاع معدلات شفاء المرضى زي القضاء على قوائم الانتظار وخلافه. لو نتكلم عن أهمية المبادرات الرئاسية ودورها أيضا في تعزيز هذا الملف. هو سيادتك أول يعني أكبر مبادرة والتي بدأت اللي هي 100 مليون صح. صحيح. اللي هو أنت بتجيب المواطن
بيتم الكشف عليه سواء هو عنده مرض او ما عندوش، وده الجزء الوقائي. بدون شك حالات كتير جدا كان عندها بعض الامراض وهي لا تعرف ذلك او لا تعي هذا. يعني في امراض بتبقى صامته لفتره طويله جدا، زي ارتفاع ضغط الدم الشرياني، زي مرض السكر، كتير قوي. يعني احنا بنشوف حد جاي بيشتكي من حاجه معينه، وبعدين بنكتشف في واحنا بنكشف عليه او بنفحصه انه عنده ارتفاع في ضغط الدم. هو مش عارف، هو بيجي له صداع، ساعات يحس انه مدلوخ شويه، لكن ما فيش نوع من الكشف الدوري التتابعي او الاستكشافي عشان يعرف ان في ارتفاع في ضغط الدم. حالات كتير بيبقى عندها سكر، يقول لي انا ريقي بينشف شويه، انا بتبول كثيرا، وبعدين لما نكشف نلاقي عنده سكر. حضرتك حاجه كتير قوي، انيميا. فحضرتك الحالات دي عندما تكتشف مبكرا بدون شك بتقدر تحد من الاثار الجانبيه او المضاعفات التي تنتج من هذه الامراض. يعني حضرتك مثلا ارتفاع ضغط الدم الشرياني والسكر من ضمن الاسباب الرئيسيه لامراض القلب، لان ممكن العيان ده يجيله قصور في الشريان التاجي او يجيله جلطات في المخ او نزيف في المخ وهو ما كانش عارف، يكتشف لما تجيله المضاعفات. فالنهارده لما انت بتفحص المريض وتكتشف عنده امراض ونقول له انت عندك كذا ولازم تاخد الدواء لان الدواء ده هيقيك من المضاعفات، الحقيقه حققت نتائج كثيره جدا. صحه المراه والكشف المبكر عن الاورام، يعني فحصت عده ملايين من السيدات وقدرنا نطلع ل 140 الف حاله كشف مبكر عن بعض اورام الثدي واورام اخرى. بدون شك الكشف عن هذه الامراض طبعا في مراحل مبكره اللي هي مرحله زيرو او واحد بتعني في شفاء تام في حالات كثيره جدا، وبتعني استجابه كبيره جدا للعلاج في حالات اخرى، والحد من ان المرض ينتشر او يعمل مضاعفات. طبعا توفير رحله طويله من المعاناه ان كان حتى على المريض او حتى على الدوله نفسها. طيب دكتور، اللي هي بيسموها يعني اقتصاديات الصح. صحيح حضرتك، لما بنكتشف المرض مبكرا التكلفه على المريض، طبعا مش تكلفه ماليه، انا بتكلم على التكلفه الصحيه. صحيح. ثم التكلفه الماليه زي ما حضرتك قلتي بتفرق كتير قوي. طبعا. طيب دكتور محمد، ايضا تابعنا تكليفات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بانشاء المدينه الطبيه. لو حضرتك تحدثنا عن المدينه الطبيه، اهميه المدينه الطبيه هتكون عباره عن ايه؟ انا هكلمك عن اثنين مدينه طبيه. مدينه طبيه بتاع جامعه عين شمس اللي هي مستشفيات جامعه عين شمس، وهي مدينه فعلا، لان مستشفيات جامعه عين شمس في مجموعه مش هتصدقي حضرتك فيها 4500 سرير. طبعا هي مجموعه كبيره جدا من المستشفيات، لان هي دي تابعه لجامعه عين شمس كليه الطب اللي فيها جميع التخصصات الطبيه وفروعها. كل يعني احنا عندنا مستشفى البطنه بكل تخصصاتها، مستشفى الجراحه بكل تخصصاتها، مستشفى امراض النساء والتوليد، الاطفال، الطب النفسي، المسنين، مجموعه كبيره جدا. وبعدين بتصديق سياده الرئيس على انشاء هذه المدينه وبقت مدينه فعلا، ويا ريت حضرتك تشرفونا وتشوفوها، بقى فيها مستشفيات جديده، اتعمل مستشفى كبيره جدا للطوارئ بتستكمل، مستشفى للمعامل وهكذا. هذه المدينه الطبيه بتعني انك تقدري تحت مظله هذه المدينه تقدمي جميع الخدمات الطبيه، مش بس الخدمات الطبيه، الوقائيه والعلاجيه والحديثه والمتقدمه جدا. في ايضا سياده الرئيس صدق على مدينه طبيه في معهد ناصر. معهد ناصر للعلاج اللي موجود في شبرا مستشفى ضخم جدا، في امكانيات كبيره جدا. فالنهارده انا يعني لما سياده الرئيس صدق على هذا معناها ان تحت مظله هذه المؤسسه نستطيع ان نقدم خدمات طبيه كبيره جدا ومتواضعه. دي خدمات المرحله الثالثه. يعني الطب حضرتك الخدمات في برايمري كير اللي هي الاوليه، ودي اللي هي بتبدا بها منظومه التامين الصحي،
اللي هي رعاية أولية استكشافية وعلاجية ووقائية. ثم المستشفيات بقى ذات المستوى الرفيع اللي هي المدن الطبية تقدر تعمل عمليات متناهية الدقة، وبتتعمل فعلا تحت مظلة هذه المستشفيات، ودي الرعاية الطبية الثلاثية اللي هي في المراحل المتقدمة جدا. صحيح. دكتور عوض، يعني الملف التأمين الصحي الشامل ملف يأخذ من الدولة الكثير، ربما هناك حديث عن إطلاق المرحلة الثانية من مدن اللي هتخش خلاص في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، حدثنا عما تم بالتفصيل في المرحلة الأولى وما سيشهده المصريون في المرحلة الثانية. شوف سيادتك، هو كان التأمين الصحي الشامل كان رغبة ملحة، وهي دي مستقبل تقديم الرعاية الصحية. يعني احنا اتكلمنا من شوية اللي حضرتك كنا بنذكره على المدن الطبية والمستشفيات، دي الرعاية الثلاثية. الرعاية التأمين الصحي الشامل ان كل مواطن على ارض مصر هيبقى مغطى بهذا التأمين الصحي، ودي اصبحت حاجة ملحة. ليه بقى حضرتك؟ لان يعني الرعاية الصحية اصبحت مكلفة، اصبحت مهمة، اصبح جزء منها وقائي زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه، وجزء منه استكشافي. كل ده يستوجب ان كل مواطن يبقى له تامين صحي. عندما انطلق التامين الصحي في محافظه بورسعيد، انطلق بخريطه لتطبيق التامين الصحي الشامل على كل مصر، في خريطه لتطبيقه في المحافظات المختلفه. بدا بثلاث محافظات، ثم اصبحوا سته، وكل سنة سيادتك يعني 24 هتلاقي محافظات جديدة، 25 وهكذا، حتى يستكمل النظام التطبيقي الشامل على كل محافظات الجمهورية. بدون شك وجود البنية التحتية، والبنية التحتية بتبدأ زي ما قلت لك يا أستاذ مصطفى، قلت لحضرتك بتبدأ بوحدات الرعاية الطبية الأولية. هو ده فكر التأمين الصحي، بمعنى إن اللي بيسموها برايمري كير يونتس أو سنترز، بحيث في طبيب أسرة عنده حزمة من الخدمات الوقائية والعلاجية يقدر يقدمها للمرضى، وتحت هذا الطبيب تحت رعايته في 5000 شخص اللي هم في المتوسط 1000 أسرة، مع عملهم ملفات، عارف الأب عنده إيه، الأم عندها إيه، الأولاد عندهم إيه، بيرعيهم. وهنا بقى بتساهم جداً في استكشاف اي امراض وراثيه او جينيه او عند الاطفال او عند الكبار. وبيقولوا لهم مثلا تعالوا لي كل شهر اعمل تشيك اب عليكم والكلام ده كله. ده البرايمري كير. طيب نفرض ان الدكتور بتاع الرعايه الاوليه اكتشف حاجه عند احد افراد الاسره، بيحوله للرعايه السنويه. ثم الرعايه الثلاثيه اللي هي المراكز او المراكز الطبيه او المدن اللي قلنا عليها. فبدأنا بورسعيد وثلاث محافظات، ثم أصبحوا ستة. طبعا البنية التحتية اتعملت كويس قوي بكل مؤسساتها، بتبدأ بالمؤسسات الوحدات الطبية الأولية، صحيح، ثم المستشفيات، ثم يعني في لما يستكمل التأمين الصحي الشامل هيبقى في 5000 وحدة صحية أولية، ثم هيزيد العدد وهكذا، وبتربطه بمستشفيات معينة. يعني مش محتاج النهاردة، يعني سيادتك النهاردة لو رحت المستشفيات الكبيرة أو المدن الطبية الصبح النهاردة هتلاقي آلاف المرضى جايين من مختلف المحافظات. أنا عايز وهو قاعد في مكانه في حدود لا تزيد عن 5 كيلو نقدر نقدم له كل هذه الرعاية. صحيح. طبعا في تجربة، يعني هيئة الرعاية الصحية، احنا عندنا هيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي، الهيئة ممولة، الرعاية الصحية تقدم الخدمات، وفي الهيئه الثالثه ودي تحت اشراف سياده الرئيس مباشره اسمها هيئه الاعتماد والرقابه، المؤسسه اللي هتقدم خدمه سواء حكوميه او جامعيه او خاصه ليها مواصفات قياسيه. أيوة. بتستكمل قبل ما تديك شهاده الاعتماد وقبل ما تخش الخدمه في التامين الصحي اعتمادا ثم رقابه بعد كده. كل شويه هنضم محافظات جديده. طب والفتره البينيه ما بين التطبيق في المحافظات، يعني هم النهارده 6، السنه الجايه ممكن يبقوا 9 وهكذا لغايه ما تستكمل كل المحافظات. أيه. التامين الصحي القائم الحالي اللي هو غير الشامل بيقدم خدمات جليله جدا، ثم الفجوه ما بين اللي مالوش تامين صحي في العلاج المجاني في بعض المستشفيات، في العلاج على نفقه الدوله،
في مبادرات حياة كريمة، كل دي بحيث ان كل مواطن يستطيع ان يجد ما يحتاجه من خدمات رعاية صحية. صحيح. بصرف النظر عن هو تحت أنهي مظلة لغاية ما تستكمل نظام التأمين الصحي الشامل إن شاء الله. وطبعا الخبرة اكتسبت من الست محافظات. أيه. اصبح التطبيق في المحافظات الاخرى ان شاء الله هيكون اكثر سهوله ويسر حتى تستكمل المنظومه كامله، ويعني نتفادى ما حدث من اخطاء بالضبط. ونصلح يعني ما ينبغي ان يكون في المرحله الثانيه. بالفعل ننتظر تطبيق مراحل التامين الصحي الشامل. وبنشكرك يا دكتور عوض، الدكتور محمد عوض تجديد مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه، شكرا جزيلا لحضرتك.